السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتمليس وترطيب الشعر الجاف والخشن. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي لا تنسي الضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات وصفة ترطيب الشعر الخشن. فمكونات هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، ولكن مفعولها جد فعال لتليين وترطيب الشعر. فبعد استعمال هذه الوصفة ستحصلين على النتيجة. فبمجرد غسل شعرك من هذه الوصفة والتخلص منها نهائيا ستلاحظين الفرق واضح بالمقارنة مع السابق قبل استعمال هذه الوصفة. فلدينا في المكون الأول سنحتاج إلى قشور الموز، وسنحتاج 3 موزات، سنستعمل فقط القشور. وكما نعلم أن قشور الموز له العديد من الفوائد للشعر، فهو ينعم الشعر الخشن ويخفف من خشونته بشكل فعال جدا وباء من الاستعمال الأول، وأيضا يقوي الشعر ويصلح البصيلات الشعر التالفة ويحفزها على النمو بشكل طبيعي، ولهذا فهو جد فعال للتخلص من مشكل فراغات الشعر والصلع الغير وراثي كذلك. كما أن قشور الموز فعالة جدا للحد من مشكل تساقط الشعر، وأيضا يعمل على القضاء على قشرة الشعر منتشرة بين النساء بشكل كبير جدا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة فهو زيت جوز الهند، فكما نعلم أنه مرطب وملين للشعر، فهو أيضا يعمل على الحد من تساقط الشعر، وكذلك يرطب وينعم الشعر الخشن ويصلح الشعر التالف مما يزيد من طوله بشكل سريع جدا وفي مدة قصيرة، وأيضا يعمل على تقوية بصيلات الشعر، ولهذا فزيت جوز الهند من الزيوت الفعالة جدا في التخلص من مشكل فراغات الشعر وأيضا من مشكل الصلع الغير وراثي إذا تم استعمالها بشكل منتظم. أما المكون الثالث في هذه الوصفة والأخير فسنحتاج إلى زيت الزيتون. فزيت الزيتون أيضا لها العديد من الفوائد للشعر، فهي تعمل على علاج الشعر التالف والمتضرر، وتعالج أيضا مشكل جفاف فروة الشعر، وتنعم الشعر الجاف. كانت هذه هي مكونات الوصفة لترطيب وتليين الشعر. نمر الآن بحول الله إلى طريقة تحضير الوصفة وطريقة استعمالها. ففي إناء تقومين بتقطيع قشور الموز بشكل عشوائي، ثم تضعين نصف كوب من زيت جوز الهند ونصف كوب من زيت الزيتون. فهذا المقدار الذي قمت بذكره الآن فهو صالح للاستعمال عدة مرات وليس مرة واحدة، وبعد تجهيز الوصفة يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لكي تستمر وتبقى معك أطول مدة ممكنة. فبعد إضافة هذه المكونات الثلاث في إناء تضعين المكونات على نار هادئة، ثم تتركينها إلى أن تصل إلى درجة الغليان. بعد وصولها إلى درجة الغليان تقومين بإزالتها من على النار، ثم تقومين بتركها في الجانب لمدة تتراوح ما بين من 3 إلى 5 ساعات
قبل تصفيتها والاحتفاظ بالزيت فقط. فبعد مرور هذه المدة تقومين كما قلت بتصفية الخليط والاحتفاظ بالزيت فقط، ثم تقومين بتركه ليلة كاملة أو لمدة 12 ساعة قبل استعماله للشعر بهدف الترطيب وتمليس الشعر الخشن. فبعد مرور هذه المدة تقومين بمشط شعرك جيدا لمدة تتراوح ما بين من 5 إلى 10 دقائق، وذلك لتحفيز الدورة الدموية في الشعر، وبالتالي تحفيزها على امتصاص المكونات المفيدة والفعالة في تليين الشعر التي تحتوي عليها الوصفة. فبعد عملية مشط الشعر تقومين بتوزيع الزيت، خليط الزيوت المكونة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وقشور الموز على فروة الشعر بالكامل. وبعد توزيع الوصفة على شعرك بالكامل تقومين بحركات دائرية أو عملية دلك فروة الشعر لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق، وذلك لكي تساعدي الوصفة على التغلغل داخل بصيلات الشعر وإصلاح التلف الذي قد حصل لها. وأيضا تعمل هذه الوصفة على تليين وترطيب البصيلات الشعر من الدرجة الأولى، فكل ما عليك هو تطبيق هذه الخطوات التي قمت بشرحها في السابق لكي تحصلي على نتيجة جد جيدة ومن الاستعمال الأول. فبعد عملية دلك شعرك بالكامل فيمكنك أيضا إضافة الخليط من هذا الزيوت على الأطراف كذلك، ثم تقومين بلف شعرك على شكل كعكة، ثم تقومين بلفه بمنشفة ساخنة، وذلك الزيادة من امتصاص المكونات المفيدة والفعالة من طرف فروة الشعر التي تتواجد بهذه الوصفة. فبعد وتتركينها لمدة تتراوح ما بين من ساعة إلى 3 ساعات، فكلما تركت هذه الوصفة على شعرك ستحصلين على نتائج جيدة وسريعة جدا. بعد مرور هذه المدة يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر، ويفضل أن تستعملي الشامبو الخاص بالأطفال في غسل شعرك والتخلص من الوصفة. ويمكنك أيضا ترك هذه الوصفة ليلة كاملة فلا ضرر في ذلك، بل بالعكس ستحصلين على نتائج جد جيدة وجد مرضية. فبعد الاستعمال الأول ستحصلين على نتائج جد جيدة، وستلاحظين أن تم ترطيب شعرك بشكل جيد جدا بالمقارنة مع السابق. وأما مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمالها 3 مرات إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة شهر بالكامل، وستحصلين على نتائج جد جيدة وأنا متأكدة. فهذه الوصفة تمت تجربتها من طرف فتاة أعرفها وقد حصلت على نتائج جد جيدة، وهي الآن تقوم بتطبيقها بشكل منتظم لأنها حصلت على نتائج جد جيدة. فكما قلت يمكنك ترك هذه الوصفة ليلة كاملة فلا ضرر في ذلك للحصول على نتائج سريعة جدا وجد مرضية. كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب معين لعلاج مشكلة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.